الرئيس السيسي ومحمد بن زايد يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والإمارات. رئيس الوزراء يؤكد أن الدولة اتخذت سلسلة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة ارتفاع الأسعار في ظل تداعيات الأزمة الأوكرانية. الجيش الروسي يؤكد أن المركز التجاري الذي دمره في كييف كان يستخدم كمستودع للأسلحة. وزيلنسكي يقول إن أي تسوية مع روسيا ستعرض على استفتاء أوكراني. أخبار الصباح من قناة النيل من القاهرة، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار شرم الشيخ الدولي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وشدد الرئيس على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وولي عهد أبو ظبي. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بأخيه ولي عهد أبو ظبي في بلده الثاني مصر، مؤكدا سيادته اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص مصر على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع الإمارات في مختلف المجالات، وتكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسؤولين من البلدين بصورة دورية للتنسيق الحثيث والمتبادل تجاه التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم والمنطقة. من جانبه أعرب سمو الشيخ محمد بن زايد عن خالص تقديره لحفاوة الاستقبال من السيد الرئيس، مشيدا بما تتسم به العلاقات المصرية الإماراتية من أخوة سابقة ووثيقة. كما تناولت المباحثات عددا من أبرز الملفات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث عكست المناقشات تفاهما متبادلا بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات. وقد تم التوافق في هذا السياق على تعظيم التعاون والتنسيق المصري الإماراتي لتطوير منظومة العمل العربي المشترك، بما يساعد على حماية الأمن القومي العربي وتعزيز القدرات العربية على التصدي للتحديات التي تواجه المنطقة والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي. حيث شدد السيد الرئيس في هذا الإطار على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج ورفض أي ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره. أكد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة اتخذت سلسلة من الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي طارئ إقليمي أو دولي، الأمر الذي يمكنها من التصدي لأي أزمة دولية قد تنشأ على غرار التطورات الراهنة في أوكرانيا. لأن النهاردة بقينا مضطرين أن احنا نتعامل لتأمين أكبر قدر من الموارد علشان نؤمن السلع بتاعتنا، والدولة المصرية الحقيقة بتوجيه من القيادة السياسية كانت واخدة الإجراءات الاحترازية على مدار فترة طويلة من توفير مخزون استراتيجي من كل السلع اللي مكننا الحمد لله النهاردة ان المواطن بيقدر ينزل ويشوف ان السلع كلها موجودة بدون اي نقص. كما شدد رئيس مجلس الوزراء على ان الدولة بناء على توجيهات الرئيس السيسي قامت بزيادة عدد المنافذ اللازمة لتوزيع السلع على المواطنين بأسعار مخفضة. والحقيقة من أول ما بدأت هذه الأزمة وإحنا ابتدينا نتعامل مع موجة الارتفاع الكبير اللي حصل في الأسعار بزيادة إنزال حجم كبير جدا من السلع في الأسواق، وتعاملنا مع هذا الموضوع من خلال لجنة الأزمة اللي شكلت لهذا الغرض، واللي النهاردة بقت بتقعد على مدار
كل أسبوع بنقعد وبنراجع مع بعض الموقف عشان نؤمن كل السلع وضرورات الحياة للمواطن المصري. وبالتالي الحمد لله قدرنا في الفترة الأيام القليلة الماضية أن احنا نجبح جماح زيادة الأسعار اللي حصل، ويحصل وفر كبير من السلع. ويمكن كان توجيهات أيضا القيادة السياسية بالتبكير بالمعارض والمنافس بيع السلع عشان استغلالا لقرب حلول شهر رمضان المعظم. فالحقيقة فتحنا المنافس بأسعار وتخفيضات كبيرة جدا. كما أعلن رئيس مجلس الوزراء أن الدولة اتخذت سلسلة من الإجراءات لتنشيط الصناعة وزيادة معدلات الإنتاج. الحقيقة بالإضافة إلى هذه التوجيهات، الحقيقة الحكومة أيضا يعني اتخذت بعض الإجراءات الأخرى اللي هعلنها برضو، إن هيتم علشان لتشجيع الصناعة وحركة الإنتاج، إن يعني هيتم تثبيت الدولار الجمركي عند 16 جنيه مصري للسلع الأساسية والمستلزمات الإنتاج حتى آخر إبريل الحالي. وبعد كده هنبدأ نراجع هذا الموضوع علشان نقرر إيه اللي هنعمله في هذا الشأن، وده عشان يخفف من أعباء بالذات للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج. أيضا الحقيقة الدولة المصرية من خلال وزارة المالية أيضا هتتحمل الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات عن القطاعات الصناعية عشان تسهيل والتخفيف على القطاعات الصناعية، في ضوء ان احنا متوقعين ان هيبقى فيه تضرر ليها، ودي هتبقى بتكلفة اجمالية على مدار هذه الفترة حوالي 4 مليار او 4 مليار الا ربع. الحقيقة بكرة ايضا هيعرض في مجلس الوزراء حزمة تحفيزية للبورصة المصرية، الحقيقة علشان تشجع وتنعش هذا القطاع المالي المهم جدا في خلال الفترة القادمة. من جانبه أكد محافظ البنك المركزي طارق عامر أن البنك اتخذ سلسلة من القرارات بهدف التصدي لتداعيات الأزمة العالمية الراهنة. طبعا النهاردة كان يوم مهم، البنك المركزي اتخذ قرارات هامة النهاردة الصبح، وقرارات دي بالنسبة لأسعار السياسة النقدية وأسعار الفائدة وأسعار الصرف. وطبعا أنا برى أن القرارات دي كانت قرارات جيدة جدا وقوية، وفعلا يعني في ولو أنه أول يوم، لكن ردود الأفعال الدولية جاءت إيجابية جدا بالنسبة لقراراتنا. طبعا القرارات دي كان لها هدفين رئيسيين. إحنا القرارات دي كان هدفها أن إحنا نحافظ على المقدرات المالية لمصر، ونحافظ على سيولة النقد الأجنبي من أجل تأمين كل احتياجات المجتمع المصري في ظل هذه الظروف الدولية الصعبة. فطبعا احنا الأهمية الأولى عندنا قبل مستويات أسعار الصرف والفائدة هو كبنك مركزي هو توفير السيولة، لأنه بدون السيولة طبعا الأسعار ممكن تبقى مختلفة خالص. فإحنا كسياسة نقدية لازم أن احنا كنا نتسق مع المتطلبات الدولية من ناحية الأسواق الدولية وشركائنا الدوليين اللي احنا بنحتاجهم، بنمول منهم احتياجات جزء كبير من احتياجاتنا. وكان مجلس الوزراء قد قرر تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين، مشيرا إلى أنه سيتم تدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من تكافل وكرامة، وتخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف الزيادة السنوية في المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيها بدءا من أول إبريل القادم، وكذلك زيادة الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه. ترأس رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي الاجتماع الثاني لمواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية، ووجه مدبولي الوزراء بضرورة وضع تصور متكامل لتوفير احتياطي من السلع الاستراتيجية حتى نهاية العام الجاري، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس المستمرة بالعمل على ضمان توفير السلع للمواطنين. وطلب رئيس مجلس الوزراء بتوفير الموارد المالية حتى يحصل المزارع على مستحقاته نظير توريد القمح في غضون 48 ساعة.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مع وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن الحكومة تتابع بشكل دوري مدى توفر السلع الاستراتيجية في السوق المحلية وعلى رأسها المنتجات البترولية في ظل التحديات التي تشهدها أسواق البترول والغاز وانعكاساتها على زيادة الأسعار لمستويات قياسية غير مسبوقة. من جانبه أكد وزير البترول أن المنتجات البترولية المختلفة متوفرة عند مستويات آمنة، مشيرا إلى أن وزارة البترول تراقب عن كثب حركة الأسعار العالمية للبترول وتعمل على توفير مخزون آمن. أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا نص في مادته الأولى على أن يحدد سعر بيع الخبز الحر بما يشمل الخبز المتميز والفينو وتلتزم جميع المتاجر والأفران السياحية وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار بيع تلك المنتجات في أماكن ظاهرة للمشترين، على أن يستمر العمل بأحكام هذا القرار 3 أشهر أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة جهود صندوق مصر السيادي في جذب الاستثمارات بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي. وفي الاجتماع أكدت الدكتورة هالة السعيد أن صندوق مصر السيادي نجح في جذب وتوجيه استثمارات أجنبية كبيرة بالشراكة مع مستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص لمصر بقيمة تقدر بأكثر من 2 مليار دولار في المرحلة الأولى بصورة مباشرة. يشارك سامح شكري وزير الخارجية اليوم في اجتماعات الدورة 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي تعقد في العاصمة الباكستانية إسلام آباد. كان وزير الخارجية قد قام بتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان. جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الباكستاني لوزير الخارجية الذي يقوم حاليا بزيارة لإسلام آباد. وأعرب شكري عن تطلعه لأن تكون الزيارة فرصة لإعطاء المزيد من الزخم للعلاقات الثنائية بين مصر وباكستان. قتل 8 أشخاص على الأقل جراء القصف الروسي على العاصمة الأوكرانية كييف أمس، وقال رئيس بلدية المدينة إن السلطات فرضت حظر التجوال لمدة أطول بالعاصمة بسبب توقع المزيد من عمليات القصف. في محاولة لمواجهة العمليات العسكرية الروسية المتصاعدة في أوكرانيا، أعادت سلطات العاصمة كييف فرض حظر تجوال جديد في جميع أنحاء المدينة متوقعة مزيدا من القصف الروسي. ولا تزال القوات الروسية على بعد 15 كيلومتر شمال غرب كييف و30 كيلومترا شرق المدينة. من جانبه أكد الجيش الروسي أن المركز التجاري الذي دمر بضربة روسية قوية بكييف كان خاليا من الناس ويستخدم كمستودع للأسلحة والذخيرة. في ضواحي كييف اختبأت وحدات القوميين الأوكرانيين بين مباني سكنية لعدة أيام، وأطلقت النار من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة على أفراد الجيش الروسي. وفي الوقت نفسه استخدمت مناطق قريبة من مركز تسوق قاعدة كبيرة لتخزين الذخائر الصاروخية ولإعادة تزويد قاذفات الصواريخ متعددة الفوهات. وأفادت قوات إقليم دونيسك بأنها تحقق تقدما بعد انهيار الدفاعات الأوكرانية في بلدة مارينكا. كان الجيش الأوكراني يتحصن هنا لمدة 8 سنوات، لا توجد مثل هذه الدفاعات في الخلف، لذا سنتحرك أسرع بالتأكيد.
في هذه الأثناء نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا يظهر تدمير مركز تدريب تابع لكتيبة استطلاع أوكرانية في إقليم زيتومير، مضيفة أن عناصر هذه الكتيبة ومدربين أجانب ومرتزقة أجانب قد لقوا حتفهم. وتحدث السلطات الأوكرانية مطالبة موسكو لجنودها بإلقاء السلاح في ماريوبول المحاصرة، مشددة على أن المدن الأوكرانية ومن بينها كييف وماريوبول وخاركيف ستتحدى الاحتلال دائما. هذا وقد أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلاده لا تقبل أي إنذار روسي. وأكد الرئيس الأوكراني أن موسكو تريد استلام مدن خاركيف وماريوبول والعاصمة كييف، كما قال إنه لن يتسنى التفاوض على إنهاء الحرب بدون اجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا أن أي حلول وسط يتم الاتفاق عليها مع روسيا يجب أن يصوت عليها الأوكرانيون في استفتاء شعبي. من جانبه قال جوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد مستعد لفرض عقوبات إضافية على روسيا. وأضاف عقب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل أن الإجراءات العقابية لا تزال تمثل جزءا مهما من نهج الاتحاد ضد روسيا، مؤكدا أن الاتحاد سيواصل أيضا دعم أوكرانيا بكل موارده. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الاتهامات الروسية بأن كييف تملك أسلحة بيولوجية وكيماوية زائفة، وتوضح أن الرئيس الروسي يفكر في استخدامها في حربه ضد أوكرانيا. جاءت تصريحات بايدن خلال حدث نظمته رابطة المائدة المستديرة للأعمال، وتأتي هذه التصريحات تكرارا لتعليقات سابقة أدلى بها مسؤولون في واشنطن. كما دعا الرئيس الأمريكي الشركات الأمريكية إلى حماية نفسها من هجمات إلكترونية روسية محتملة ردا على العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب الحرب. وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض إن هذه التحذيرات تأتي بناء على معطيات استخباراتية متزايدة مفادها أن الحكومة الروسية تدرس خيارات لشن هجمات إلكترونية محتملة. هذا ويتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى وارسو يوم الجمعة القادم للقاء نظيره البولندي أندري دودا ومناقشة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن سيناقش كيفية استجابة الولايات المتحدة إلى جانب حلفائها وشركائها للأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان التي خلفتها الحرب، مشيرا إلى أن زيارة بايدن ستتم بعد توجهه إلى بلجيكا حيث يلتقي قادة بحلف شمال الأطلنطي ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي. أفادت الأمم المتحدة أن 10 ملايين شخص أي ربع سكان أوكرانيا تقريبا فروا من منازلهم هربا من الحرب التي تشنها روسيا منذ 24 فبراير الماضي. يتواصل القصف والحصار الروسي على المدن الأوكرانية ولا يجد الآلاف من سكان تلك المدن بدا سوى الفرار بحثا عن ملجأ آمن، إما بالنزوح في الداخل أو الخروج إلى دول الجوار. الأمم المتحدة أعلنت أن أعداد النازحين واللاجئين من أوكرانيا الفارين من الحرب المدمرة بلغت 10 ملايين شخص أي ربع سكان البلاد تقريبا. منذ 24 فبراير أكثر من 10 ملايين شخص أجبروا على ترك منازلهم طلبا للأمن والأمان، ما يقارب ربع سكان أوكرانيا، من بينهم طبقا للمنظمة الدولية للهجرة نحو 6.5 مليون من الرجال والنساء والأطفال نازحين بالداخل، و3.5 مليون معظمهم من النساء والأطفال عبروا الحدود إلى خارج أوكرانيا كلاجئين. ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف، فإن أكثر من 1.5 مليون طفل من بين الفارين. وبدورها توقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن يغادر 4 ملايين شخص أوكرانيا هربا من الحرب. وتستضيف بولندا العدد الأكبر من اللاجئين، تليها رومانيا ومولدافيا وسلوفاكيا،
ولم تشهد أوروبا مثل هذا التدفق السريع للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية. هذا وقد أعلن حرس الحدود البولندي استقبال أكثر من 2,114,000 لاجئ فارين من أوكرانيا جراء الأعمال العسكرية. وأفادت وزارة الخارجية البولندية بأن معظم اللاجئين الفارين من أوكرانيا تجاه بولندا يحملون الجنسية الأوكرانية، كما يوجد بينهم أيضا عدد من المواطنين الأجانب. أعلنت واشنطن أنها مستعدة لاتخاذ قرارات صعبة للتوصل لاتفاق مع طهران بشأن البرنامج النووي الإيراني، محذرة في الوقت ذاته من أن إبرام هذا الاتفاق ليس وشيكا ولا مؤكدا، وأنها تتأهب لجميع السيناريوهات. على الجانب الآخر، قال الزعيم الإيراني علي خامنئي إنه ينبغي عدم ربط اقتصاد إيران بجهود رفع العقوبات الأمريكية، وقال إن من الممكن تحقيق تقدم اقتصادي رغم العقوبات الأمريكية. أعربت مصر عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية الصين الشعبية حكومة وشعبا جراء حادث تحطم طائرة ركاب في جنوب البلاد. وتقدمت مصر حكومة وشعبا في بيان لوزارة الخارجية بصادق مواساتها لأسر الضحايا، مؤكدة تضامنها الكامل مع الصين في هذا المصاب الأليم. وكانت قد تحطمت طائرة ركاب تابعة لشركة طيران شرق الصين من طراز بوينغ 737 في جبال الصين الجنوبية، وكان على متنها 132 شخصا خلال رحلة داخلية. في حادثة قد تكون الأكثر كارثية منذ عام 1994، تحطمت طائرة من طراز بوينغ 737 تابعة لشركة طيران شرق الصين، كانت تقل 132 شخصا في جنوب غرب الصين. ووفقا لإدارة الطيران المدني في الصين، فقدت الطائرة الاتصال فوق مدينة ووتشو في منطقة جوانغسي الجبلية، مشيرة إلى أنها أرسلت فريق عمل إلى مكان الحادث. وكان على متن الطائرة 123 راكبا وطاقم مؤلف من 9 أفراد، في حين ما يزال سبب الحادث قيد التحقيق وفقا لشركة الطيران الصينية التي أعلنت تعليق كل الرحلات المستخدمة لهذا الطراز من الطائرات. الرئيس الصيني شي جين بينغ عبر عن صدمته إثر الحادث، داعيا إلى تحديد أسباب الحادث في أسرع وقت ممكن. من جانبها، أعلنت شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات أنها تحاول جمع المزيد من المعلومات. وتعد حوادث الطيران نادرة نسبيا في الصين، البلد الذي ارتفعت فيه حركة الملاحة الجوية بشكل كبير في العقود الأخيرة، وحيث تفرض تدابير سلامة صارمة. ويعود تاريخ آخر حادث جوي كبير في الصين إلى أغسطس 2010، وأسفر عن مقتل 42 شخصا. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين: يعيشون في بنغلاديش، جميعهم نزحوا جراء العنف في 2016 و2017، تروي شهاداتهم عمليات قتل وقتل جماعي، وتوضح أن الانتهاكات ليست حالات فردية. الهجمات ضد الروهينجيا كانت ممنهجة وعلى نطاق واسع، والتي ترقى بقوة لتكون جرائم ضد الإنسانية. كما أعلن الوزير الأمريكي عن تخصيص مليون دولار في تمويل جديد لتحقيقات الأمم المتحدة حول ميانمار. وشنت القوات المسلحة في ميانمار عملية عسكرية في عام 2017 أجبرت ما لا يقل عن 730 ألفا من أقلية الروهينجا على مغادرة منازلهم إلى بنغلاديش المجاورة. وفي عام 2021 استولى جيش ميانمار على السلطة. ويأمل كثيرون أن يدعم القرار الأمريكي الجهود الرامية لمحاسبة القادة العسكريين في ميانمار ويساعد في منع وقوع المزيد من الفظائع. ورحب نشطاء بالخطوة، لكنهم طالبوا باتخاذ إجراءات ملموسة مثل تجديد العقوبات على المجلس العسكري لتستهدف احتياطيات العملات الأجنبية التي يجمعها من عائدات النفط والغاز.
وعودة إلى الشأن المحلي، حيث أطلقت مؤسسة شباب القادة فعاليات مسابقة الأنشطة الطلابية بين الجامعات المصرية، حيث تتيح تقديم مشروعات بحثية تخدم المجتمع في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. تزامنا مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لعام 2022 عام مؤسسات المجتمع المدني، مؤسسة قادة المستقبل تطلق أكبر وأول مسابقة للأنشطة الطلابية بين مختلف الجامعات المصرية بشقيها الحكومي والخاص والأهلي على مستوى مختلف الفروع والتخصصات، بهدف خلق شباب قادر على القيادة والإدارة للاهتمام به وتنمية مهاراته. النهاردة الشباب بيتنافسوا فيها زي قطاع التصنيع والإنتاج، فهنشوف شباب مصري بيقدر يصنع غواصات وبيصنع عربيات وبيصنع عجل بمختلف أنواعه. هنشوف مجال تاني زي المجال الطبي، إزاي الشباب على مستوى جامعات مصر بيتنافسوا عشان يتطوروا من الصحة العامة. هنشوف شباب تاني بيتكلم عن نماذج المحاكاة بمختلف أنواعها. طلاب وطالبات الجامعات المصرية المشاركين في هذه المسابقة يخضعون لتقييم دقيق من جانب لجان التحكيم في تخصصات الإنتاج والتصنيع والطب والبيئة والتنمية المستدامة ونماذج المحاكاة. عندهم مشروعات وعندهم أحلام وعندهم طموحات وعايزين توصل للنور وعايزين ينفذوها وتبقى مفيدة. احتكاكنا بهؤلاء الشباب ولد، مش عايز أقول لك، طاقة إيجابية تفوق الحدود، لأنهم الحقيقة كلهم عندهم أمل وعندهم طموح وشايفين ان هم يقدروا يعملوا حاجة للبلد. بنشوف هو كطالب مقدم المشروع قدر يوصلنا الفكرة بالطريقة المظبوطة بالطريقة الكويسة، هو عنده فيجن كويسة للمشروع بتاعه. بعد كده بنشوف الـ يعني فكره للمستقبل عامل ازاي، فكره للعشر سنين اللي جايين، فكر الطالب للخطة بتاعت الدولة في العشر سنين اللي جايين، هو قادر يبقى شايف الفيجن بتاعت الدولة في العشر سنين اللي جايين ولا لا. طلاب الجامعات المصرية أكدوا على أهمية هذه المسابقة التي تنظمها مؤسسة شباب القادة باعتبارها تخلق نوعا من المنافسة الخلاقة وروح التشجيع والابتكار والإبداع في مجال تخصصاتهم المختلفة. احنا اتعلمنا ان احنا ازاي لما نبقى واقفين قدام لجنة التحكيم انا ازاي اعرف اشرح لهم موضوعي بشكل كويس، اوضح لهم الحاجات اللي انا متميزة فيها في موضوعي، اعرفهم الحاجات اللي هم يبقوا محتاجين يعرفوها عن موضوعي، بهدف خلق اجيال جديدة قادرة على القيادة المجتمعية والسياسية والادارية وتقديم حلول لمشكلات المجتمع وتحقيق التنمية الاهداف. محمد عبد الصبور، النيل. نواصل مع تقديم هذه الجولة أخبار الصباح، وفيها بعد قليل شاب مصري يؤدي عروضا فنية لرفع الروح المعنوية للأطفال بمستشفى علاج السرطان. ألقى رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي كلمة أمام منتدى الأعمال المصري الفرنسي بحضور نحو 50 شركة مصرية وفرنسية. في كلمته أشاد مدبولي بالجهود الفرنسية لدعم علاقات التعاون مع مصر، مشيرا إلى أن محفظة التعاون الجارية بلغت 948 مليون يورو، فيما بلغت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر 4 مليارات يورو موزعة على قطاعات متعددة. كما شهد رئيس مجلس الوزراء والمستشار عمر مروان وزير العدل توقيع اتفاقية التسوية النهائية على المنازعة الاستثمارية مع شركة فيكا الفرنسية، أحد المساهمين في شركة أسمنت سيناء. بموجب هذه الاتفاقية تنتهي الدعوة التحكيمية القائمة بين مصر والشركة الفرنسية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي. تأتي هذه التسوية النهائية ضمن جهود الحكومة للتوصل لاتفاقيات متكافئة حول المنازعات الاستثمارية في ضوء التوجه نحو جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة وضخها في الاقتصاد الوطني. أكد بنك جولدمان ساكس أن قرارات البنك المركزي المصري بخفض الجنيه ورفع الفائدة سينعكسان إيجابيا على الاقتصاد والاستثمار، وأشارت المؤسسة إلى أن القرارات ستساعد على تحسين تصنيف العملة المصرية وعكس اتجاه التدفقات الخارجة للأموال من أدوات الدين المصرية لتتحول إلى شراء الجنيه من جانب الصناديق الدولية. هذا وقد قرر البنك المركزي رفع الفائدة بمعدل 1%،
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%. أكد شريف باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع أن الشركة استعدت بأكثر من 400 نقطة لاستقبال القمح المحلي هذا العام، تتنوع ما بين صوامع المشروع القومي والصوامع الحقلية والشون المطورة. قريبا سوف يبدأ موسم توريد القمح هذا العام، وقريبا سوف تدخل تلك الصوامع الحقلية إلى الخدمة جنبا إلى جنب إلى الصوامع التي أنشئت مسبقا لتصل الطاقة التخزينية للقمح إلى 4 ملايين طن. فست صوامع حقلية سوف تدخل الخدمة موسم توريد القمح هذا العام بطاقة تخزينية تصل إلى 30,000 طن، لتصل الطاقة الاستيعابية للقمح لأكثر من 4 ملايين طن. مشروع الصوامع الحقلية عشان نقرب للمناطق اللي فيها إنتاج غزير من القمح، والمناطق دي معظمها موجود في كفر الشيخ وفي الشرقية وفي المنيا وطبعا في المنوفية، طبعا كميات كبيرة موجودة. واستعدادا لموسم التوريد، فإن التموين قد جهزت أكثر من 400 نقطة للتوريد هذا العام تشمل صوامع المشروع القومية إضافة إلى الهناجر والشون المطورة. الصوامع دي حضرتك هي نقطة تجميع للقمح ونقطة تخزين برضو، لأن هي مجهزة تجهيز إلكتروني من بداية الصوامع حتى نهاية المراحل التخزينية بتاعتها. وطبقا للمؤشرات، فإن الدولة تستهدف توريد أكثر من 6 ملايين طن قمح محلي هذا العام للوصول بالمخزون الاستراتيجي من القمح حتى نهاية هذا العام. ودي عبارة عن صوامع مملوكة للدولة وصوامع مؤجرة والهناجر والبناكر والشون، على أساس أن هذا الموسم نأمل بإذن الله تعالى أن تزيد السعة التخزينية بناء على المساحات المزرعة وما يتم توريده. من أجل ذلك، فإن القرارات الصادرة للتوريد حددت ما يصل إلى 12 إردبة بحد أدنى على الفدان الواحد. إنتاجية الفدان بتصل من 16 إلى 20 إردب، إحنا هناخد على الأقل 12 إردب. في حالة عدم التوريد بتبقى في إجراءات عقابية من وزارة الزراعة متمثلة في حرمانه من السماد أو من أي دعم من داخل وزارة الزراعة. الأمر الثاني، أي سلف من بنك التنمية والائتمان الزراعي والبنك الزراعي المصري سيحرم منها في الموسم القادم. وبحسب الأرقام، فإن الفدان الواحد ينتج ما يصل إلى 20 إردب تدعمه الدولة في الأسمدة والرية وغيره من مستلزمات الإنتاج الأخرى. رمضان الشحاتة، النيل. يؤدي شاب مصري عروضا فنية بزي المهرج لأطفال مرضى السرطان بأحد المستشفيات، فيما يعتبره خطوة مهمة في علاجهم ورفع روحهم المعنوية. خطوة مهمة للترفيه عن الأطفال من مرضى سرطان. مفيد عيسى أو كروان كما يطلق عليه الأطفال، يؤدي عروضه للأطفال في محاولة لإدخال البهجة على نفوسهم في مواجهة مرض داهم طفولتهم وأبقاهم قيد العلاج إلى أن يتم شفاؤهم. قررت ان انا امسك علبة الالوان ولون وشي، ابتديت انزل. اول ما نزلت الشارع، بعدين نزلت الملاجئ، بعدين علبة الالوان دي وصلتني للمستشفيات للاطفال والمرضى. الشاب البالغ من العمر 39 عاما، متخصص في السلوك وفنان يستخدم الفن وسيلة للعلاج لدعم الاطفال مرضى السرطان. اي حد بيحب حد يبسطه، خصوصا لما يكون طفل مريض طول اليوم عايش في ألم، طول اليوم عايش في تعب، بياخد علاج، بيعمل إشعاعات، فمحتاج إنه يفرح وينبسط، فدور مهم قوي. ومنذ 8 سنوات ماضية يعمل في أحد أكبر المستشفيات في مصر التي تعالج مرضى السرطان من الأطفال وشباب. يا
يقدم مفيد بطاقة تعريفية لنفسه، يقول إنه فنان تعبيري ومعدل سلوك في مستشفى سرطان الأطفال. وما يقوم به مفيد يترتب عليه إحساس يعد عاملا فارقا بالنسبة لهم وبالنسبة لنتائج علاجهم، لأنه يعزز الحالة النفسية للأطفال. مثلا الناس اللي هي زي كروان بتيجي وهم بياخدوا العلاج يلعبوا معاهم، بيبقى في حفلات حتى أثناء ما هم بياخدوا العلاج وهم بيهفن وهم بياخدوا العلاج، لأن مثلا اللي احنا برضو بنقدمه إن العلاج بتاعنا الانفيوجن بامز اللي هي بنعلق بيها العلاج بيقدروا يتحركوا بيها بسهولة، فهي بتساعدهم ان هم يتحركوا اثناء ما العلاج بيبقى متعلق، فيقدروا يشاركوا في اكتيفيتيز، ممكن يرسموا، ممكن يبقى في حفلة يتفرجوا عليها ويتحركوا بالعلاج براحتهم يعني. تستمر محاولة مفيد في التخفيف عن الأطفال المرضى من أجل رفع روحهم المعنوية التي تساعد على سرعة إتمام شفائهم الكامل بإذن الله. إلى نهاية هذه الجولة الإخبارية بتذكير بالعناوين: الرئيس السيسي ومحمد بن زايد يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والإمارات. رئيس الوزراء يؤكد أن الدولة اتخذت سلسلة إجراءات احترازية لمواجهة ارتفاع الأسعار في ظل تداعيات الأزمة الأوكرانية. والجيش الروسي يؤكد أن المركز التجاري الذي دمره في كييف كان يستخدم كمستودع للأسلحة. وزيلينسكي يقول إن أي تسوية مع روسيا ستعرض على استفتاء شعبي. بعد قليل وعلى رأس الساعة موجز جديد لأهم الأنباء. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.